السلام عليكم خوتي، جيسبر راكم بيا. مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو تاع اليوم راح نحكوا على مفاجآت مونديال قطر. المفاجأة الأولى هو أن المنتخب القطري أول منتخب كبلد منظم يخسر في المباراة الأولى، وهو أول بلد منظم خرج بصفر نقطة. المفاجأة الثانية اللي دارت حالة في العالم الكروي هو انهزام منتخب الأرجنتيني على يد المنتخب السعودي لمدربهم هيرفي رونار. شفنا كذلك فوز المنتخب الياباني على منتخب ألمانيا، ونفس المنتخب الياباني خسر في الجولة الثانية أمام منتخب كوستاريكا، لهذا الأخير خسر 7-0 أمام المنتخب الإسباني، ونفس المنتخب الإسباني اللي ربح 7-0 ضد كوستاريكا خسر ضد المنتخب الياباني اللي هو كذلك خسر ضد كوستاريكا. وفي الجولة الثالثة والأخيرة منتخب اليابان فاز على المنتخب الإسباني، والمنتخب الألماني فاز على منتخب كوستاريكا 4-2، وكان إقصاء المنتخب الألماني لأول مرة في التاريخ منتخب ألمانيا يقصى في دورتين متتاليتين من الدور الأول. واحد ما كان ينتظر أنه المنتخب الياباني يتصدر المجموعة اللي فيها إسبانيا وألمانيا. شفنا كذلك المنتخب التونسي ورغم الإقصاء فاز ضد بطل العالم 2018 المنتخب الفرنسي. واليوم زدنا شفنا فوز منتخب كوريا الجنوبية ضد المنتخب البرتغالي اللي هو مرشح لنيل كأس العالم هذه، لكذلك أول مرة في التاريخ ثلاث منتخبات من قارة آسيا يعني اليابان كوريا الجنوبية وأستراليا، أستراليا يحسبوها مع قارة آسيا لأنها تلعب تصفيات الأسيوية. كذلك شفنا المنتخب الكاميروني رغم إقصائه فاز على المنتخب البرازيلي، وهي أول مرة للمنتخب البرازيلي يخسر ضد منتخب إفريقي. وأخيرا شفنا تأهل المنتخب المغربي في مجموعة الموت وفي المرتبة الأولى وبدون خسارة أي مباراة وتلقيهم لهدف واحد. اللي في مجموعته كان المنتخب البلجيكي اللي كان حائز على المرتبة الثالثة في المونديال الماضي، ومنتخب كرواتيا وصيف بطل العالم في 2018، وكان خروج مفاجئ للمنتخب البلجيكي من الدور الأول. إذن كانت هذه هي مفاجآت مونديال قطر لحد الآن، ويا راكم تشوفوا راح يكونوا فيها مفاجآت واحد اخرين، خلوهم لنا في لي كومونتير ونتلاقاو في فيديو جديد. سلام عليكم.